حياكم الله مشاهدينا الكرام في برنامج منذ البداية. هذا البرنامج الذي يسعى أن يسلط الضوء على تاريخ التعليم الديني في دولة الكويت وأبرز المراحل والمحطات التي مر بها. ضيفي هو الطالب فيصل من جمهورية الصين الشعبية. حياك الله أستاذ فيصل. حياك الله. فيصل نبيوم نبي نتكلم عن اختيارك دولة الكويت للدراسة بها. حدثني أكثر عن هذا الموضوع. أختار الدراسة الكويت عشان هناك في مكان أستطيع أتعلم اللغة العربية تماماً وأستطيع أتعلم الديني العلوم الدين كثيرة أستطيع أستفيد منه كثير. كيف أتتك معلومات عن الدراسة بالكويت؟ كيف تعلمت أن أو علمت أن هناك في معاهد دينية أو تعليم ديني في دولة الكويت؟ عرفت من أسرتي. هم عشان من زمان في عمي درس هنا وقال لنا وقال لي أبي وأمي وأرسلوني إلى الكويت. فيصل دعنا نتحدث أكثر عن منذ متى وأنت هنا في الكويت؟ منذ أربع سنوات ماضي. أربع سنوات بدأت التعليم في التعليم الديني. نعم. حدثني أكثر عن أبرز الأمور التي تعلمتها هنا في التعليم الديني وأهم الأمور التي تراها مفيدة واستفدت بها في دراسة هنا في الكويت. تعلمت اللغة العربية بطريق جيد وتعلمت التربية الإسلامية كمثل الحديث، تفسير، السيرة أو الفقه، ووجدت الزملاء من البلاد الأخرى ووجدت أصدقاء كثير واستفدت كثير. فيصل لنبدأ يومنا الدراسي، حدثني أكثر عن كيفية تبدأ يومك الدراسي، كيف تبدأ يومك من عندما تستيقظ من النوم إلى أن تنتهي الدراسة من المدرسة؟ أستيقظ في الساعة 4 وأصلي صلاة الفجر وبعده يمكن أقرأ القرآن ولو ممكن أدرس الدراسة الماضي أرجعه وبعد الساعة 6 أروح المطعم وأكل الفطار. نعم. وأروح المدرسة في الساعة 7. ممتاز. ومن ثم؟ ثم نبدأ الطابور في الساعة 7:30 ونبدأ الحصة أول في الساعة 7:40 تقريبا وننتهي في الساعة 12:50 بعد صلاة الظهر. وثم تعود إلى السكن. وعندما رجعت إلى السكن أنا أول أروح المطعم وأكل الغداء وبعد الغداء يمكن أستريح ساعة أو ساعتين وبعده أنا يمكن ألعب جوال شوي ويمكن ممكن أمشي إلى خارج على الرياضة أجري وثم بعده أروح إلى مطعم وأكل العشاء وبعد أصلي حتى أصلي كل شيء ينتهي أروح إلى مكتبة وأكتب الواجب اليوم. شكرا لك فيصل، بالتوفيق لك في المرحلة الدراسية وبإذن الله نراك بإذن الله في أعلى المناصب. جزاك الله خير. إذن مشاهدين الكرام وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نراكم بإذن الله في الحلقات المقبلة. إلى حين ذلك الوقت دمتم في أمان الله.